ما لكم معرضين للتهديد بالسجن، ما لكم هذا، أنتم نفسكم أفضل. فأنا ممكن أحكي بالغلط، أحكي كلام مخطئ، لا لا أو علاقة لا بالمنطق، من عصبي من غضبي أحكي كلام غير منطقي، يعني من غضبي طبعا. هذا أنت لازم يكون عندك ذكاء، ما تجي تستجيب إنه والله قالت هلا قالت هيك كلمة، ولا خلاص أنت عبر، يعني شلون بدي أقول لك سلك. نحن الآن أنا ناجية وعبعبر عن 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 ما حدث معي، فأنت استوعبني بلطفك بعقلك الكبير، مو تجي تقول لي لا تروح، ما بقدر. الآن أنا عم بقول لك الفكرة، شو الفكرة؟ الفكرة إنه من قوة شخصيتي لما كنت أدخل على الروم هذا كان الجميع يسكت يخاف مني من هيبتي، تمام؟ فأنت يا فيان ذليل، يا فيان حقير، يا فيان شو اسمه كمان؟ حقير ذليل إيش؟ ذليل حقير ذليل واطي واطي عزيز واطي عزيز وعزيز ذليل. يا عزيزتي أنت شفتي هالقوة فيني، قوة قوة قوة، من الغباء من الغباء إنك تستثيريني هالثورة، إنك تأذيني، يعني من غبائك. وأنا مو بس قوية، قوية ولوحدي، يعني كيف مالي ممولة مثلك، أنت ممولة وأنا بعرف إنك أنت ممولة، فتستثيريني لأنه أنا فقيرة ضعيفة. صحيح أنا فقيرة ضعيفة وظروفي جدا صعبة، ويعني جدا أعاني من معاناة صعوبة صعبة في حياتي، ولكن ولكن هذا ما بيعني إنه أنا ما بقدر إنه أحكي، وأحكي عندي قوة اللسان، لما حدا يظلمني حتكلم حتكلم حتكلم. سكتت سنة كاملة سكتت، على فكرة هذا الظلم من أول ما فتح الكلاب هاوس هذا تام، وأنا ساكتي وعبقوا يا بنت استهدي بالله، ما كله وهم، مين هي اللي تهددك بالقتل؟ مين هي اللي وهي شوهت سمعتي وهددتني بالقتل واستغلت وهكروا حسابي وهي والشلة تبعيتها طبعا، وأخذوا حساباتي وهكروهم، ويعني شوهوا سمعتي، ويعني يعني تعرضت لي ما لم يتعرض له أي إنسان، اللي شفته ما حدا شافه. يعني أنتوا الآن أنتوا عم تنشروا أشياء أنا بعتبرها تافهة والله، يعني عم تتفهوا من قضيتي، أنا اللي شفته معه ما حدا شافه، وأنا عبدة فقيرة ضعيفة، اللي شفته معه ما حدا شافه، اللي فرجوني إياه هي وشلتها، فلا حدا يجي يقول إنه هي لا حدا يجي يقول والله أنت خضعتي الذكور، يعني قصدك أنا نكت الذكور، هيك أنت عم تقول ما بصير، خضعتهم قصدي بقوة شخصيتي يا عزيزي، بفكري بمنطقي بقوة شخصيتي خضعتهم، مش خضعتهم إني أنا والله نكتهم، يعني ما بصير ما بصير. وأنا الآن في هذا المقام، وأنا الآن يعني فاقدة ديني وفاقدة ربي بسببهم، بسبب أفكارهم، وفاقدة حياتي وفاقدة سمعتي وفاقدة كل شيء، وفاقدة مجتمع ومهددة بالسجن ومهددة بالقتل، تجي تدافع عن ذكوريتك ورجولتك إنه أنت لا أحد يستطيع أن يخضعك وأنت خضعتي الرجال بي. ما ينفع يا أستاذ عمر، أنا أنت على راسي وعيني، بس أنت لكل مقام مقال. يعني أنا اليوم أنا على فكرة فرصة لإلك، أنا فرصة وأنت فرصة لإلي طبعا، أنت فرصة لإلي وأنا فرصة لإلك، أنت فرصة لإلي لحتى تساعدني أنجو من براثن هذه الإنسانة وتهديدها لي بالقتل بالحرف الواحد. قالوا لي يا أستاذ في حدا بقول لك هيك، وبطاقة مليئة بالرعب بالرعب، قالوا لي كما قتلنا صدام حسين سنقتلك. فشو عملت لهم؟ تخيل، يعني أنا ما إيش أنا العبد الفقير الضعيف عملت لهم؟ ها إيش أنا العبد الفقير الضعيف تقول لي عندك شبكة دعارة؟ إيش أنا العبد الفقير الضعيف تبعت تقول لهم للناس، تقول لهم للمجموعة يجيني من هذه ابتسام اللي الآن خرجت، تجي تقول لي ابتسام الأسرق، تقول لي يا نور انتبهي عم يهددوكي، هي تقول لي يا نور انتبهي عم يهددوكي، بدي يعملوا لك كمين، بدي يعملوا لك فخ انه يسجنوكي ولا يزوكي ولا يعملوا عليك متلابسات، عرفتي؟ وانا لما كنت في مجموعه غصبوني على الإلحاد، يغصبوك ما بصير، يعني لازم تتحدث بما يتوافق معه، لانه ممكن هيك ما بصير تقول هلا مثلا انا شفت انا بلغوا يعني بالإنسان المتربي تربيه دينيه بشكل عفوي، دائما بيدعو بهذا بشكل عفوي، ممنوع ممنوع تقول الله نهائيا، ممنوع تقول الله يهديك مثلا او الله يرزقك، لا لازم تقولي مثلا مع اطيب التمنيات لكم بدوام التوفيق، هيك ممنوع. يعني انا كنت احذر انه يعني لا ممنوع احكي هيك، لازم اقول ام الطبيعه. ليش عزيزتي؟ انا بصراحه يعني متربيه الله يسعدك الله يهنيكي الله يسعدك الله يسترك، ممنوع ما تقولي هذا الكلام عزيزتي، تجي لعنا تلتزمي بإلحادنا، تلتزمي بإلحادنا يا تخرجي من المجموعة. وأنت بتعرف ظروفنا، نحن أصلا كفرنا يعني اللي ما كفر لازم يكفر صراحة، ما بعرف اللي ما كفر ليش ما كفر،
بس لازم فكر بالكفر، فكر يعني عقله فكر بالكفر على قد ما شفنا الآن ظروف صعبة وقاهرة صراحة. يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماسك على دينه كالقابض على دينه كالقابض على جمر. فعلا حقيقي الآن الإنسان اللي يقبض على دينه ويقبض على مبادئه ويقبض على أخلاقياته ويقبض على دينه كالقابض على جمرة، لأنه ينسف ربك، ما بقى تعرف دين، ما بقى تعرف رب، ما بقى تعرف الله وتعرف محمد. أوف اللي شفته بقى أنا ما حدا اللي شافه. أنت عم تقلي ثريسوم؟ أي ثريسوم؟ عادي ثريسوم قرار نور. هم معروفين، معروفين بابتزازهم للنساء، ومعروفة هاي الأمور ومساعدة بعض السياسيين الفاسدين من سوريا والعراق. دكتور أشرف يا ريت تفتح التليجرام سريعا، أريد أسرع من الطلقة تفتح التليجرام يا دكتور أشرف. أكمل يا نور. والله يعني زي ما قلت لك، يعني انها وانا الحزن الشديد انه هذه جست وبقيه الاخوه والاخوات يعني اللي كانوا معنا، يعني ما كانوا معنا، ما بيعرفوا، لا ما بيعرفوا، ها هم ما كانوا معنا، بس استرو اللي كان معنا، وناس ثانيين بدهم يستروا على نفسهم. يعني في بنات يستروا على نفسهم، من مثل شجاعات رامين بعرض الحائط مدعوس. انا راميه بعرض الحائط كل شيء في الوجود، راميه راميه في عرض الحائط، متوكله على ربي وماشيه، هي ما عندي يعني، لذلك عم بتكلم. بس البقية البنات ما حد يعمل اللي انا اعمله عزيزي، ما حد يقدر يتكلم هذا الكلام. والله انا دخلت في مين، من المرأة التي تتجرأ ان تقول انا كنت داخلة مع الدكتورة فيان في جروب تنشر فيه صور افلام البورن ويتنايكون فيه جماعيا؟ من يجرؤ؟ ما احد يجرؤ. لذلك عبالك احترمني يا عزيزي يا عمر خطاب، الرجال لا يجرؤون ان يفعلوا ما فعلت الان، رجل ما يجرؤ اللي أنا بعمله الآن، مشان تعرف ليش تحترمني. تحترمني لأنه مو بس تحترمني، يعني تحترم وتقول شكرا وامتنان وكذا، يعني احترام كامل، احترام خاشع صراحة، لأنه لا أحد يستطيع أن يفعل ما فعلته الآن بهاي اللحظة. يستحيل أي امرأة تطلع الآن تقلك أنا كنت مع الدكتورة فيان في جروب اسمه حفلة مولعة، وكانوا عم يتنايكوا جماعيا وأنا تنايك جماعيا في الجروب ويرسلون أفلام الدعارة. ما حد يعملها إلا سبحان والله نور السماوات والأرض مثل نوري كمشكات فيها مصباح، يسخر لنا يعني هذا الشيء من الله، يعني عندي هاي القوة. ليه؟ لأنه هيك شيء يغلي في باطني ويقول لي يا نور تحدثي، هيك أمر إلهي يقول لي يا نور لا، يا نور لا. هو كمان مو أمر إلهي، كمان أمر حيواني. ليه؟ الحيوان لما يشعر بالتهديد والخطر وأنك أنت حتفترسه يرسل تنبيهات في جسمه، يحاول يعتدي عليك، يحاول يسممك، الحية تسممك، الأسد يمكن يفترسك، على حسب كل واحد وآليات الدفاع عنه. الأخطبوط يتلون في هذا، يدافع عن نفسه عشان ما حد يعتدي عليه. وأنا كذلك الأمر، يعني إذا هو ما هو أمر إلهي، هو أمر حيواني من الغريزة الأساسية للإنسان، هي غريزة البقاء. أنا تعددت هبهددوك تقتلوك، أنت أكيد عندك غريزة بقاء، ما لا دخل في الأمر الإلهي، فحتعمل أي شيء يمكن حتى لو غلط في سبيل أنك أنت تنجو، حتى كان هو غلط في كل المبادئ. لا احكي معلش، اهون يقتلوني نور بعد عني نور انا بعد فيان عزيز نور عاهره، لا يقولوا عني نور عم. نور الشجاع بعد اذنك ممكن سؤال؟ انت ليك الحق في ان انت تقولي ولا لا. اسال، تفضل اسال. ايه تفضل تفضل. المتحرش احمد الجبوري الخول عايز يطلع، ردك؟ طبعا يطلع، اطلع يا معرف، اديله الهند يا عمر، طلع لي الكلب ده من تحت عشان يطلع يا شن ممر يا نعم يا يوس، اطلع يا نعم. دقيقة يا شباب، دقيقة يا شباب، اوكي يا نور، هو بيكلمني الان على التليجرام. نور وعمر بس ثواني، شباب نور وعمر بس، حاضر يا نور. عمر طلع لي المعرف ده من تحت، يا جماعة يا جماعة لحظة يا جماعة، يا دكتور اشرف انت شايف هي المهارة ازاي؟ يعني الموضوع مؤلم. يعني استنى يا زوق، نور هي صاحبه ان هي تقول اطلعه ولا لا، عايزاه يطلع. طلع لي الكلب ده من تحت يا عمر، حاضر يا نور. ادعس عليه قدام الناس كلها، يلا طلع نور، اطلع يا كلب. هو بيقول دقيقه يا جماعه، يا جماعه بس خلونا نتكلم عشان نتكلم الان تليجرام. عفوا ايش قلت يا نور؟ لا مش انت، مش انت، مش انت، مش انت، مش انت عمر، مش انت عمر، مش انت. بفهم بس هي يا نور بيكلمني الآن وبيقول لي اللي بتقوله نور ادعاء، وأنا بقدر أطلع وبالتسجيلات أثبت هذا الشيء. ايه يطلع، يطلع يثبت التسجيلات، يطلع. إيش خوفني يعني؟ أوكي يثبت إيش؟ أوكي دقائق،
يثبت اني عاهره؟ ايش يثبت اني انا عندي فكر؟ انا قلت لكم كل فكري عن العقر يا عزيزي، ماني خايف يا عزيزي، اطلع. ايش تثبت علي؟ ايش تثبت علي؟ هل اتهمتك انك عاهر والهه في العقر يا حيوان؟ ها، انا كنت ادافع عن العاهرات، اقول نعم انتوا فتحتوا حفله مولعه كلها عرور، وانا عم بقول لك نعم عزيزي. ليش ما احترم؟ انا احترم العاهرات، اقولها هنا واقولها هناك واقولها في كل مكان، ولا مانع من المراه ما دام في ظل القانون ان تبيع مهاراتها الجنسيه. خايفه منك ولا من الشله هذه يا حيوانات؟ ها، خايفه منك انت؟ فاكرني يا احمد جبور يا احمد خرى ادعاء؟ انا ما ارسلت لك يا سيزر، سيزر مو السكرين شوت كله عندك، الادعاء علي حصل حصل شركة حصل الدعاره اللي املكها حصل حصل يا استاذ حصل شركه الدعاره املكها يا استاذ عمر خطاب، معلش حط الصور يا استاذ عمر خطاب، خلي يحط الصور، ماني خايفه منه، خلي يحط كل شيء، ما اخاف، انا ما اخاف، ما عندي شيء اتخبى فيه، ما اتخبى وراي، انا مالي مموله، ما حد عيني يا نور. الكلب فين يا عمر؟ فين الخول اللي اسمه الجبوري؟ انا مستعده اوصل لابعد مدى مع احمد يا نور. ثواني يا نور، يا عمر فين الخول ده؟ انا بكلمه والله دقيقه، اطلع يا ابن الوسخه هنا، ما حدش هيكلمها غير نور وعمر، ما حدش هيكلم، انا مش هتكلم يا ابن الشرموت، انا مش هكلمك يا دكتور اشرف. دكتور اشرف حاضر يا نور. على فكره انت شايف افكاري، طبعا افكاري قريبه للزندقه، ها انت شايف يعني، والكفر والالحاد ربما ولا تعجب الجميع، ها تمام. فهذا شيء يعني اذا هو بده انا عرضت افكاري عليكم بكل شجاعه، رغم انكم انتم كنت تقتلوني على فكره، بس الحمد لله شوفوا ما اشجعكم صراحه، انتم ما شجعان لم تقتلوني، فهذا انا احترم فيكم هذا الشيء. ولكن هم تخيل، هذا قتيبه قسما بايات ربي اعتدى علي بالكلام والطاقه، وخرجت من الروم، طلعت خرجت لا ما اجلس انا عزيزي، ما اجلس تخليني ملحده بالقوه. بعدين لما رجعت عشان طبعا هلا ممكن هو يقول لي انه عندي فكره، كيف جيب فكري، جيب فكري، ايش فكري؟ فكري منحل؟ فكري اني انا ادعم العاهرات؟ انا عم بحكي انه انا ادعم العاهرات من قبل ومن بعد والى الابد، لانه موجودات وانا عاهره من الفطره عزيزي. اذا بدك تحكي عن العقر، انا من اصلي انا وجميع النساء عزيزي كله على قولة نزار قباني، قال كلمه جميله انا ادعم فيها، كل النساء عاهرات، كل النساء. ما هذا خلاص بقى يا لهوي، اسمع كل النساء عاهرات يا بنت النتنكت كمان قص امي كانوا. يلا يلا يا شرموط نزلت تحت يا شباب. لا كل النساء عاهرات، انت هتزطي ولا عقلك خرج من دماغك ولا ايه؟ انت عارف الاكس اي ان هتعممي يا دكتور اشرف؟ انا هنزل الناس، معلش يا دكتور اشرف، هسيب نور بس تحكي قصتها فوق واخليك معانا فوق يا سيزر. دكتور اشرف طيب حاضر، شكرا يا سيزر حاضر، شكرا. اخليك معانا فوق معلش عشان الناس مش هتمسك نفسها. حاضر لا لا انا عادي انا عادي انا ما بفتحش المايك، خليكوا اسكي يعني، طب خليكوا اسكي. اتفضل يا استاذ، معلش انا هنزل معلش، خلي الدكتور يهديكم يا شباب، الله يهديكم، الله يهديكم. ثواني عمر هيرجع، الله يهديكم، حطني مديريتر، ما تحطني هيك، حطني مديريتر. فين انت يا استاذ نور؟ انا اخر شيء، حطني مديريتر، الله يهديكم يا شباب. انسان غاضب خذ مودريتور استاذ عمر، نمبر عليه بهذه الطريقه، الله يهديكم. المهم ما في مشكله، على قوله سيزار عندكم اذكياء، الله يهديك. المهم ما حتكلم عن الموضوع، فهو بده يجي هذا، وين هذا؟ احمد الجبور هذا طبعا اللي قال عني وانا الهه العهر، انتبه. يعني واحد يجي يقول عنك الهه العهار، ايش تقول له؟ ايش ترد عليه؟ ترد عليه بالتاريخ انه أول مهنة ادخل ابحث، تقول له يا عزيزي أول مهنة للمرأة هي عاهرة، أنت عم تعاهرني؟ أوكي أول مهنة للمرأة عاهرة، عادي مش مشكلتك معي. ما تيجي تطردني الله يهديك، تقول له مثلا، تقول له نزار قباني قال هذه الجملة، إيش ترد عليه؟ قال أنا الآن مهددة بالقتل. ما أدري يعني أنتم ما عندكم إحساس؟ يعني شوفوا كلكم أنتم حيوانات، أنا مهددة بالقتل تطردوني؟ انزلها بنت الوسخة بنت الكذا. أنا صراحة يا سيزر يعني كمان لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، يعني ما أدري صار كمان أنتوا أشرار بالنسبة لإلي، والله أنتوا كمان أشرار. كيف تطردوني أنا إيش كلمتكم من نزلها يا بنت الوسخة؟ واحدة مهددة بالقتل، واحدة مشهر فيها، واحدة معهر فيها، واحدة تم تهكير حساباتها، واحدة تم تشويه صورها، وأنا إنسانة فقيرة ضعيفة، مالي من المشاهير، أنا فقيرة ضعيفة. أيا يكن توجهي الفكري مخالف عنكم، أيا يكن كذا، أنا ما أذيتكم الآن ولا بأي إيذاء، ما أهنتكم شخصياً ولا وسكت واحد فيكم وجيت شرحته شخصياً وأهنته،
ولا طردت ولا واحد فيكم، عم بقلكم بكل ادب خلوني احكي القصه وانشي. وسيزر قال لي اجلسي عشان تسمعي اراء المعارضه، مالي جالسه والله لا اريد منكم لا جزاء ولا شكورا، اقسم بايات ربي هدفنا واحد، انه هذه الانسانه ضرتني وضرتكم، بس انا عم بحد انتم اجتمعتوا معي على الضرر وعلى استئصال هذا الضرر، نحن مضرينا ضررنا مشترك، انا مختلفه معكم انتم مختلفه معانا، انا اتقبلت على فكره انا مختلفه معكم تماما في كثير من الافكار، بس خلاص ما في مشكله، يجمعنا الهدف، هذه الانسانه ضرتنا، يجمعنا هدف استئصال هذا الضرر بس، او فضح كشف هذا الضرر، ما يجمعني هدف والله دكتور شريف قال فكرة الملحد والله الثاني ما بحب هذا، ما يجمعنا، ما يجمعنا هذا الكلام، ما يجمعنا نهائيا، يجمعنا هدف واحد، انه هذه الانسان انا اذتني، عم بقول سيزر كمان اذته، انا سيزر، انا ما بعرفكم انتم، ما راح انا مسؤولية سيزر مسؤولة، إذا أنا حلوم أحد فسألومك أنت يا سيزر. أنا بص اللي على البنل، أنا فهمت الناس اللي على البنل، أنا نازلت بص أنا قلت الناس اللي على البنل قضيتنا دلوقتي قضية إنسانية، فهمت الناس اللي على البنل لكل الناس، بس في ناس بتيجي على البنل مش فاهمة لسه، فأنا خليني أنزل الجميع معليش يا سيزر، بس المهمين اللي ممكن يساعدوني أنا، يساعدوني أنا في ان في تعزيز النجاة او اكمال المحاكمة فيان في لندن، بس الفكرة بس ان انت واثق انه حيساعدوني ويتحملوا الاذى النفسي اللي انا فيه. طيب بص يا فندم، انا بقول للناس يجي يسبني ويشتمني ويزندقني، معليش انا والله اصلا مزندقة وملعون ديني، مالي زايد لعن دين كمان، هون انا جاي هون لحتى نتشارك في محاكمة هذه الانسانة اللي ضرتني، بس ما لك قدره اللي انا لا استطيع ان احاكمها يا نور، الله معك مع السلامات، بس اللي لا استطيع، ما تجي تقول لي والله استطيع واساعدك وكذا بعدين تبخعني، ما ينفع، انا داخله كمان عند فيان على اساس ثقافه جنسيه وعلى اساس حريه وعلى اساس تعبير عن الذات وعلى اساس تعبير عن حقيقتي الداخليه وعلى اساس تعبير عن فكرنا الحر، وفاجأ انه للاسف الشديد يعني هذا تعبير عن مافيا، اقسم بالله مافيا، بس قلت لهم بعدين اذا انتم مافيا انا العبد الفقير الضعيفه مافيا كمان، زي ما انتم مافيا انا مافيا، والله ايش يعني مافيا الله اقوى من مافيتكم، انتم مافيا الطبيعه انا مافيا الله.